بعد السرتوريس هنجد في مجموعة عضلات الفرونت اوف ذا ساي اربع عضلات تقع بلو اند لاترال تو ذا سرتوريس. الاربع عضلات ديت بتشترك في صفة واحدة، بتشترك من ناحية الاتاشمنت ان الانسرشن بتاعها كان واحد، اما الاوريجين فتطلع باربع رؤوس مختلفة. اربعة يعني كوادري وسبس يعني هيدز، فالعضلة ذات الاربع رؤوس. العضلة اللي لها اربع رؤوس اللي اسمها الكوادريسبس رؤوسها كانت كالتالي: اول واحدة اسمها ريكتاس فيمورس، التانية اسمها فاستاس ميدياليز، التالتة فاستاس لاتراليز، اما الرابعة فمش هشوفها الا لما نقطع الريكتاس فيموريس ونعملها ريفليكشن، يعني نتنيها على الجنبين، هنجد تحت الريكتاس فيموريس الفاستاس انترميدياس. نبتدي نتكلم على الاربع عضلات دي واحدة واحدة. نبتدي رقم واحد بالريكتاس فيموريس. زي ما اتفقنا هناك اربع نقاط اساسية في الكلام عن اي عضلة، هي الاوريجين، الانسرشن، النيرف سبلاي، الاكشنز. وهناك احدى النقاط مش ثابته اللي هي ريليشنز، فقط نتكلم عليها بالنسبه للعضلات اللي لها امبورتنت ريليشنز. فالريكتاس فيموريس قبل ما نخوض في الكلام عن مواصفاتها التشريحيه عاوز امسك الاسم احلله. ريكتاس جايه من ريكتم، وريكتم يعني مستقيم، حتى الريكتم في الجهاز الهضمي هو منطقة المستقيم. فيمورس يعني ريليتد للفيمر، لمنطقة الساي، فمعناها بالعربية العضلة الفخذية المستقيمة. طيب هنرسم طبوغرافيا الساي والليج مع بعضنا. دي الهبون ودي الفيمر ودي التيبيا. هناك بعض الاند ماركس مهمة زي الانتيريور سوبيريور اليك سباين والانتيريور انفيريور اليك سباين، الهيد اوف ذا فيمر، النك، الجريتر تروكانتر، الليسر تروكانتر، الشافت، ودي اللور اند اوف فيمر، لور اند اوف فيمر، وادي التيبيا بالتو كوندايلز والشافت لحتى النهايه. وما ننساش ان ده اسمه التيبيا تيبوروزيتي. ديت جغرافيا العظام اللي هتركب عليها عضلات الكوادريسبس اولهم الريكتاس فيموريس. طيب نبتدي الكلام عن الريكتاس فيموريس فنجدها بهذا الشكل. الريكتاس فيموريس الاوريجين بتاعها بالاحمر والانسرشن بالازرق. الاوريجين زي ما احنا شايفين ده لها اتنين هيدز. الهيد الاولانيه اللي هي دي طالعه من الابر بارت اوف ذا انتيريور انفيريور الياك سباين، دي بيسموها ستريت هيد. اما الهيد التانية فواضح من شكلها انها مقلوبة معكوسة، اي عاملة انعكاس على الهيب جوينت وهي ماشية، فعشان كده بيسموها الرأس المعكوسة اللي هي ريفليكتد هيد، طالعة من فوق الاسيتابيلوم من امبريشن او من ديبريشن او رف ديبريسد اريا، طالعة تقع فوق الاسيتابيلوم. التو هيدز بيتحدوا مع بعض ويمشي ويكون البلك بتاع المصل، وفي نهاية الفيمر تتحول البلك الفليشي فايبر اوف ذا مصل الى الانسيرشن. الانسيرشن هنا هيبقى تندون، وزي ما احنا عارفين ان الانسيرشن بتاع عضلات جسمنا بياخد شكل من اتنين، يا تندون يا ابونيوروسز. فالتندون هنا هو الانسيرشن اوف ذا كوادريسبس اوف ذا ريكتاس فيموريس، فهنسموه كوادريسبس تندون. فتعمل انسرشن في تندون يسموه كوادريسبس تندون. رايح فين ده؟ رايح للابر بوردر من عظمة الباتيلا. عظمة الباتيلا او الرضفة هي احدى السيسامويد بونز المنتشرة في جسم الانسان حوالين المفاصل، وتقع امام مفصل الني. وصل التندون اوف ذا كوادريسبس اللي هو الانسرشن اوف ذا ريكتاس فيموريس وحط في الابر بوردر اوف ذا باتيلا، وهيغمر يحيط بالباتيلا، ياخد الباتيلا ضمن ثنايا التيشوز بتاعته ويخرج من اللور بوردر اوف ذا باتيلا ويغير اسمه
من كوادريسبس تندون الى ليجامنتم باتيلي. هتحط الانسيرشن النهائي في التيبيال تيبوروزيتي. ده كان الاوريجن والانسيرشن اوف ذا ريكتس فيموريس. النيرف سبلاي بتاع هذه العضله، ولان هذه العضله تنتمي الى الفرنت اوف ذا ساي، فكانت لازم تاخد النيرف سبلاي بتاعها من الفيمورال نيرف ومن البوستيريور ديفيجن بتاعه على وجه الخصوص زي ما هنتكلم بعدين. الاكشن، معظم الكوادريسبس باجزائها الاربعه ومنها الريكتس فيموريس فالاكشن بتاعها واحد، الاكشن بتاعها اكستنشن اوف ذا ني جوينت، الا ان بواسطه التو هيدز هنا اللي خارجين من الهبون هتستطيع هذه العضله بالذات خصوصا انها تعمل فليكشن اوف هيب. يبقى اكشنها الاساسي هو الاكستنشن اوف ني، اما الاكشن الفرعي بتاعها فهو الفليكشن اوف ذا هيب. وشرحنا معنى كلمه ريكتس فيموريس يعني ايه، انها ذا ستريت ماسل ذات لايز الونج ذا فيمر. طيب من العضله ديت احب اقول في الاكشن بتاعها خصوصيه، العضله دي بيسموها البرايم موفر اوف ذا ني. يعني ايه البرايم موفر؟ يعني العضله ديت اول عضله هتعمل الاكستنشن اوف ذا ني. الاكستنشن اوف ذا ني درجات، العضله اللي بتبتدي الاكستنشن هي الريكتس فيمورس، ده دي العضله الاولى. العضله الثانيه اسمها فاستس لاتراليز. فاستس لاتراليز هي العضله رقم 2 من مجموعه الكوادريسبس اللي قاعدين في الفرنت اوف ذا ساي. واضح من اسمها انها قاعده على اللاترال سايد اوف ذا فيمر. هتطلع منين؟ قاعده اللاترال سايد اوف ذا فيمر، هتطلع من الانتر تروكانتريك لاين، بس الابر بارت اوف ذا انتر تروكانتريك لاين، وتنزل منه على الروت اوف ذا جريتر تروكانتر. ادي الروت اوف ذا جريتر تروكانتر، وهتلف تاخد من ورا. هتاخد منين من ورا؟ هتاخد من اللاترال ليب اوف ذا جلوتيال تيبروزيتي، قاعد هنا في الخلف، ثم اللاترال ليب اوف لينيا اسبرا، وتقف لحد هنا، مش هتكمل مش هتنزل لتحت، ثم تلف تطلع في الامام بس من على اللاترال سايد، وهتحط الانسيرشن بتاعها في الكوادريسبس تندون اللي هيصل للباتيلا ويخرج من الباتيلا اللي غير اسمه الى ليجامنتم باتيلي. واضح دلوقتي ان في فرق بين الكوادريسبس تندون والليجامنتم باتيلي. صحيح هما الاثنين الانسيرشن بتاع عضلات الكوادريسبس، لكن الكوادريسبس تندون هو الجزء من التندون الانسيرشن اوف ذا كوادريسبس اللي يقع اعلى الباتيلا، اما الجزء الواقع اسفل الباتيلا فهو الليجامنتم باتيلي. النيرف سبلاي فهو الفيمورال نيرف. لماذا؟ لان الفيمورال نيرف هو النيرف اللي بيغذي كل عضلات الفرنت اوف ذا ساي، اما الاكشن بتاعها فهو الاكستنشن اوف ذا ني جوينت، هتفرد الني جوينت. ندخل على العضله رقم 3 اللي اسمها فاستس ميدياليز. الفاستس ميدياليز على النقيض من الفاستس لاتراليز، تقع على الميديال سايد اوف ذا فيمر، وهتاخد الانسيرشن بتاعها كتكمله، ادي الانتر تروكانتريك لاين اهو، بس تاخد من اللور بارت اوف ذا انتر تروكانتريك لاين من هنا، يعني احنا بس كان المفروض ندخلها جوه شويه هنا، لور بارت اوف ذا انتر تروكانتريك لاين، وتنزل منه على الروت اوف ذا ليسر تروكانتر، وهتلف من ورا، هتاخد من السبايرال لاين، وبعد السبايرال لاين هتاخد من الميديال ليب اوف ذا لينيا اسبرا. تلاحظوا ان كان على اللاترال سايد الفاستس لاتراليز وخدت لحد اللاترال ليب ووقفت، اما الفاستس ميدياليز هتكمل. اللينيا اسبرا كان بتفرع لفرعين، ميديال ولاترال سوبرا كوندايلر ريدجز. هنا ديت الميدياليز هتاخد من الميديال سوبرا كوندايلر ريدج. لاحظ ان اللاتراليز وقفت عند اللينيا اسبرا، ما خدتش من اللاترال سوبرا كوندايلر ريدج زيها زي الميدياليز. الانسيرشن، نكرر الكلام، انتو ذا كوادريسبس تندون اللي هتشيل الفليشي فايبرز تحطها في الباتيلا، وتخرج من الباتيلا الليجامنتم باتيلي اللي هيشيل الانسيرشن كله ويصل بيه الى التيبيال تيبروستي. النيرف سبلاي نفس الكلام، الفيمورال نيرف. لماذا الفيمورال نيرف؟ لان الفيمورال نيرف هو النيرف سبلاي اوف ذا ماسلز اوف ذا فرونت اوف ذا سايد، طبعا من البوستيريو ديفيجن. الاكشن اكستنشن اوف ذا ني. طيب ما عندي
الفاسس لاتراليز عملت اكستنشن اوف ذا ني كويس، والريكتس فيمورس اكستنشن اوف ذا ني كويس، لكن الاكستنشن اوف ذا ني اوف ذا فاسس ميدياليز له خصوصيه ان بيعمل اكستنشن ومن بعد 150 هيكمل الفايبرز عندها المقدره انها تفرد الني جوينت فرد كامل، فتعمل اكستنشن من 150 لحد 180. فعشان كده بيسموها اللاست اكستنسور اوف ذا ني. هي مين كانت الفيرست اكستنسور؟ هي الريكتس فيموريس. اما اللاست اكستنسور فهي الفاسس ميدياليس. وده يفيدنا، يفيد دكاتره العظام ان شاء الله اولاد بعد ما تتخرجوا تبقوا دكاتره وتتخصصوا في العظام او في العلاج الطبيعي او في المخ والاعصاب او الى اي من التخصصات. هيفيدكم انكم تحددوا العصب، اي عصب متصاب وبسبب اصابته الفاسس ميدياليز اتاثرت. ان انت لو جالك مريض وقلت له اعمل لي اكستنشن من 150 ل 180 درجه اكستنشن للني وما عرفش، معناه ان الجزء اللي بيغذي العصب اللي بيغذي الفاسس ميدياليز في مشكله طبيه، في باراليزس، في باريسز، في واقف ما بيشتغلش. ده اهميه الفاسس ميدياليز الطبيه. العضله رقم 4 اللي اسمها فاستس انترميدياس. احنا قلنا العضله ديت مش هتظهر ولا هتبان الا لما اشيل الريكتس فيموريس، فهنجدها مباشره لزقه على السيرفيس اوف ذا فيمر. طالعه منين من الفيمر؟ طالعه من الابر تو ثيردز او الابر ثري فورسز، سواء كده او كده، من الانتيريور واللاترال سيرفيس اوف ذا شافت اوف ذا فيمر. الانسيرشن بنفس الطريقه للكوادريسبس تندون، ومنه للابر بوردر اوف ذا باتيلا، ثم تنزل من الباتيلا عن طريق اللور بوردر وتصل الى التيبيال تيبوروزيتي. النيرف سبلاي فيمورال نيرف، بكرر لان الفيمورال نيرف هو النيرف سبلاي لعضلات الفرنت اوف ذا ساي. ومنين من الفيمورال نيرف؟ من البوستيريو ديفيجن. واضح ان في بوستيريو ديفيجن وفي انتيريور ديفيجن، هنتكلم بعد كده بالتفصيل. الاكشن اكستنشن اوف ذا ني، تفرد الني. هنقول العضله ديت زي ما احنا قلنا انها بتقع ديب للريكتس فيمورس، ايضا هتقع بتوين ذا تو فاستاي، الفاستس ميدياليس والفاستس لاتراليس، هتقع ايه؟ هتقع بينهم. ادي الاربع عضلات المكونين للكوادريسبس مصل. اذا شلنا الفاستس انترميدياس اللور بارت بتاعها، هنجد عضله خمسه صغيره اسمها ارتكيولاريز جينيو. ارتكيولاريز يعني رايحه الجوينت، جينيو كلمه جينيو يعني ركبه، فرايحه ايه؟ العضله المفصليه الركبيه، يعني عضله رايحه لمفصل الركبه. العضله دي عباره عن الاورجن بتاعها تو سمول تويجز، يعني ايه؟ فصين كده لحميين طالعين من الانتيريور سيرفيس اوف ذا لور هاف لور وان فورث اوف ذا شافت اوف ذا فيمر، تحت الفاسس انترميدياس. يعني اشيل الفاسس انترميدياس هنجدها تحتها. اما الانسرشن بتاعها فبيحط في الكبسول اوف ذا ني جوينت. نيرف سبلاي فيمورال نيرف. الاكشن دي ملهاش علاقه، دي ماسكه في الساينوفيال جوينت. الاكشن ماسكه في الساينوفيال ممبرين، هتحط النيرف الانسرشن بتاعها في الساينوفيال ممبرين عشان ايه؟ اثناء الاكستنشن اوف ني ممكن الساينوفيال ممبرين ده هيدخل في الجوينت كافيتي ويتحشر ويألم الشخص، فمع الاكستنشن اوف ذا ني الارتكولاري جينيو هتشد الساينوفيال ممبرين لفوق وتبعده عن الجوينت كافيتي وما يتحشرش في قلب الجوينت اثناء الحركه ويتعب الانسان. ادي كانت الاربع عضلات المكونين للكوادريسبس مصر.